أيضا على هامش فعاليات كوب 27 شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس وزراء النرويج مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة سكاتيك ASE النرويجية. وهنا أكد رئيس مجلس الوزراء أن مذكرة التفاهم بشأن تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بقدرة 5 جيجا وات، وذلك ضمن فعاليات الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مدينة السلام شرم الشيخ.